إذن رح نرجع نكمل حوارنا مع ضيوفنا الدكتورة نجوى العارف الأخصائية في العلاقات الزوجية والدكتور عاكف المعايطة مستشار قانوني وباحث في أمور المرأة. رح نيجي لموضوع لعل أنه اللي بيرفع نسب وقوع الطلاق مثلا بال 2015 واللي هي النسب اللي احنا عم نستند عليها لحوارنا لليوم، أنه 67.7% من حالات الطلاق المسجلة عام 2015 هي حالات طلاق قبل الدخول. فيمكن هلأ احنا دخلنا مرحلة الحلول، شو بيقدر يعملوا الناس؟ يعني شيء مقبول اجتماعيا، شو لازم يعملوا؟ انه مش ضروري يكتبوا الكتاب لانه بالاخر عم نأدي لحرام، تنظلم البنت، بينظلم الشاب. تفضل. يعني صحيح هذا الرقم بيعطيك قراءه، دائما ابدا الاحصائيات تعطينا اسس الحلول. يعني شو في عندنا احصائيات ليش بناخذها احنا حتى نعمل فيها حلول؟ الحقيقه موضوع انه الطلاق قبل الدخول انا بعتبره شيء ممتاز او حل احد الحلول. لانه يمكن حكيت انا ومره ثانيه بحكي فيها، انا مع إطالة هاي الفترة اللي هي فترة اللي هو الزفاف بيسموها، لأنه الحقيقة بخلال هاي الفترة اللي هي الأشهر شهرين ثلاثة أربعة بس على ألا تزيد مثلا أكثر من ذلك، مثلا بصير في دراسة كاملة للسيدة، وهو كمان برضو بيدرس، هو نفسية بيدرسوا بعضهم منيح. إذا في وجهات نظر مختلفة بصير عندنا الانفصال اللي هو الطلاق، لكن الكتاب مكتوب. إذا بتدخل بالإحصائيات على أنه طلاق، لكن على الأقل هو طلاق قبل الدخول أفضل. كويس، لأنه أنا بعرف وحضراتكم والدكتورة بتعرف معي كخبيرة على أنه الطلاق بعد هيك له عواقب كبيرة وله مسميات بمجتمعنا مرفوضة للأسف الحقيقة، وهذا واقع يعني بنحكي فيه بنعيشه يوميا، نعرف بنقابل حالات. أنا برأيي أنه بنحكي عن هذا الموضوع على أنه الموضوع اللي تحدثت فيه حضرتك على أنه موضوع المقبلين على الزواج، أن تكون هذه الدورات قبل انعقاد العقد، قبل العقد. يعني زي ما عملت يعني. زي ما عملوا دائرة قاضي القضاء بالتعليماتها وليس بالقانون على أنه يكون هناك في فحص طبي. كنا زمان نحكي ويمكن الدكتورة لما حكت من التسعين إحنا بنطالب بهذا الموضوع. ما بيتم الزواج غير تكون موجودة. أنا بدي أشكر دائرة قاضي القضاء اللي هي الجهة المعنية، لأنه حكينا بالفحوصات الطبية صارت موجودة، حكينا بموضوع دورات المقبلين صارت موجودة. أنا بتأمل أنه تكون هاي قبل الزواج. حلو كتير جدا على انه يكون في اخصائي اجتماعي ونفسي وقانوني يتحدث لهدول الاشخاص. ويصير في وعي على الاقل فيهم، قد تدرك الفتاة او الشاب نقطة معينة ما بيعرفوها هم في هذا الموضوع، بصير في وعي فيها. لكن الطلاق قبل الدخول هو انا بعتقد هو احد الحلول لهذا الموضوع. دكتورة نجوى بتلاقي احد هو الحلول. اكيد له جانب ايجابي، لانه يعني على الاقل ما يكونش في اثار مادية وما يكونش في اثار للاطفال، يعني ما يكونش انه قبل وجود الأطفال، لأنه هم أكثر ناس متأثرين في حالة الطلاق. يعني إحنا ضيوفنا الكرام أنا بحب أركز من خلال حديثكم مهم جدا ندخل ثقافة نقبل طرف ثالث من الزواج قبل وحتى بعد، يعني ما أروح بس للوالدة أو هو يروح لوالدته، يكون في عندنا طرف محايد وطرف عنده خبرة بهذا المجال أخصائي سواء قبل أو حتى لما يكون عم نتعرض لمشاكل. رح ناخذ لسه مجموعة من مشاركاتكم عبر الاتصالات مباشرة على الهواء، ايضا عم بتابعونا لايف مباشره على صفحه الفيسبوك لدنيا يا دنيا، اللي مش موجود بالبيت بيقدر يتابعنا على الفيسبوك. خلينا نشوف مع بعض تقرير عن حاله واقعيه حتى تعرضت لموضوع الطلاق. أنا تزوجت صغيرة، يعني كنت 17 وزوجي كان 19، وسكنت في العيلة، يعني سكنت 5 سنين بالعيلة، أنجبت أول طفل أول سنة، وثاني سنة أنجبت الثاني، وبعدين يعني كانت مشاكل عائلية وهيك يعني، وطلعنا يعني من البيت، من بيت أهله طلعنا لبيت ثاني، وبس يعني جنب أهله يعني، وكانت نفس التدخلات يعني أهله وإشي، وهو كان يعني باعوا قطعة أرض وصار عنده محل وسيارة وهيك. أول ما كبر على بيته
طبيعة شغله، يعني بيطلع من الساعة 9 الصبح بيروح الساعة 2 بالليل، يعني حتى أولاده ما كان يشوفهم، يعني لا كان لا مدارس ولا إشي، يعني كان يوم الجمعة يشوفهم الصبح عشان يعني كان يداوم، يعني ما يعطل، كان يطلع الصبح يشوفهم الصبح، كان يعني مش هالاختلاط يعني وإشي. وكنت أحكي له يعني أحكي له يعني أنت يعني تاركني في بيت لحالي ومعاي صغار وهيك، يعني تطلع من الصبح لآخر الليل، أحكي له طب أنا ماليش حق عليك يعني إنه تضلك عايش حياتك أنت ورايح جاي وهذا، وإحنا ما إلنا يعني. وحكينا في هالموضوع كتير وإيش يعني، وكان مع اختلاطاته مع البنات وهيك يعني كتيرة كمان، لأنه كل حياته برا، يعني مش يعني إنه بيروح فترة معينة إنه يقعد معنا يشوفنا إشي، لا. وأهله والله ما كنت مقصرة في أهله بأي إشي، يعني هي يعني ما في أب سنتين ونص ما بيعرف إشي عن أولاده، يعني ما في حنية إلهم أو هيك، يعني ما في. يعني إمه أجتنا آخر رمضان بعد سنتين، جتنا هي وأبوه هون على البيت، وأنا بدي أرجعك وأنت شو بدك فيه؟ أنا بدي أرجعك عندي عبيتي أنت وولادك. طب شو هاي عيشة؟ مش عيشة، كيف أرجع عند دار حماي وجوزي مش معي؟ يعني صح ابنها ما بده عشان النفقات اللي عليه عشان ما يدفع، طب أنتوا يعني منكم يعني إنسانية منكم إنه تيجوا تشوفوا على الأولاد على الأقلية. أنا مقصرة معكم، أنا مش منيحة، أنا عاطلة، بس هدول يعني لحمكم، يعني مش إلي لحالي. أنا بحكي هي بتربيهم، أنا بكرة بأخذهم شباب، يعني أنا واحدة يعني بتربي أولادها بتتعب عليهم بكرة يخدهم. كمان نفس الشيء يعني رغبة بيت حما، يعني ما في كلمة تطلع من بيت الحما، يعني هي يعني انتوا كبرتوا ابنكم وجوزتوه عشان تضلها عندكم، طبعا نفس الشيء يعني ربنا بحي البيت اللي بيطلع منه بيت، يعني حتى يعني اولادي يعني في المدرسة بيكتبوا باسمي انا اسمه في المدرسة، يعني ما بكتب اسم ابوه، يعني بتسأل المعلمة بتحكي له وين أبوك، يعني بيانات الطالب وهيك، بحكي لهم أبوي متوفي، أبوي ميت، إحنا عايشين عند دار سيدنا. يعني لما جيت هنا كان ابني صف أول وهداك كان صف تاني الكبير، والولد 9 شهور عايدي كان، والبنت ما بعرفها ما شافها، هي عمرها 2 و3 شهور ما بعرفها، يعني شافوه بالشارع هلأ، يعني صدفوا شافوه بالشارع ما بعرفوا، بجوز هو ما يعرفهم كمان. نشكر سارة أبو سعود على هذا التقرير. قصة مكررة يعني أكيد، ويمكن أكثر شيء بيوجع القلب إنه هي بتربيهم وبكرة بأخذهم شباب. طب واضح إنه عندها مشاكل كتير وأكيد اقتصادية تربي ثلاث أولاد، شو بتقدر تعمل يعني دكتور؟ هي صحيح هذا اللي بنسميه إحنا في الإطار العام هو الزواج المبكر، وهو المسؤوليات اللي بتصير فيه. أكيد هو 19 سنة عمره بده يبدأ يحمل مسؤولية بيت، بالتالي هو تهرب من هاي المسؤولية، بقيت هاي المسؤولية على هاي السيدة، وهي مش قد هالمسؤولية كلياتها، باعتبار فيش أسرة داعمة كمان إنه زي ما احنا شايفين إنه يقدر يساعدها. لو اجتنا يعني كحالة قانونية، نعم، تحاول تدور على الزوج تعال لنحل احنا وياك، نفهمك إنه في بيت وفي أسرة وإشي. وأنا بفهم كمحامي لما بتجيني سيدة بتقول لي طلقني، ما بتقول هي طلقني، إلي لمحامي، هي بتدور على حل. صح. هي بتدور على حل، بدليل انه اغلب القضايا اللي مشي فيها المحاكم بنص الطريق على ام نرجع لموضوع بنرجعهم، عرفتي كيف؟ بس انا بدي اياك من الاول نسمع فيها. هلا لو سالنا بهاي السيده وانا مش مع هدم الاسره، يعني هي عندها معاناه، فيش حدا بيسمع اسره داعمه سواء من اهل الزوج، بقصد الزوج متهرب من المسؤوليه، هي مسؤوليه الاولاد فيها،
انت كمحامي تفكر إلها بخلاص اللي هو عم نسميه احنا قصة خلينا نقول الشقاق والنزاع بالمحاكم، قضية موجودة. اي محامي بتيجي قضية، ما بحكي عن عاك في المعايط، اي واحد ولا عمل شقاق ونزاع، لانه هذا الحكي اللي بيناتهم والاهمال والتجاهل وعدم المسؤوليات والاهتماليات هو يقع في باب الشقاق والنزاع. ليس الشقاق والنزاع كما نفهمه سابقا انه الضرب والإيذاء، كمان في نفسي كمان هو عامل اخر من اسباب الشقاق والنزاع. لكن هل هو حل؟ وين يضيعوا الأولاد بهذا الموضوع؟ نعم. مش آخر الحلول بهذا الموضوع، هو حل معين حقيقة. لكن هل هناك مؤسسات بديلة أنها تهتم فيهم؟ نحكي الوزارة، وزارة الاجتماعية كجهة مسؤولة، هذا أب بيشتغل، وبالتالي ما إلهم باب على أنك كمان تساعدهم ماديا لهذه الأسرة، ما فيه كويس. فالحقيقة إذا بتحكي موضوع طلاق هو حل، لكن هو برأي الشخص هو لها إشي. نعم. يعني هي طلب الطلاق مثلا بس بيطلع لها إشي تصرف منه على الأولاد؟ هي بالتأكيد، هي بالتأكيد إذا لجأت إلى حالة الطلاق. نعم. لهذه السيدة بيطلع لها بقضايا الشقاق والنزاع نسبة من المهر من 50% إلى 90%، مثلا 100% بيطلع لها نسبة من مهرها. نعم. هذا المبلغ بتاخده، لأنه هذا الرجل يبدو أنه مش موسر، هو بتاخده مقسط، بده يدفع الربع ويقسط المبلغ فيها. يعني هلا بدنا نرفع دعوة نفقة للأولاد، نرفع أجرة حضانة، أجرة مسكن، مسائل طويلة قد تكون هي قادرة عليها. بهذه المناسبة بنقول كمان يعني تكلفة المحامي، احنا لسه بنحتاج لمحامي كثير، انه مجتمعنا تطور، صار في مكاتب للمساعدة القانونية المجانية. نعم. انها بتقدم، قد تقدم لهذه السيدة خدمة قانونية مجانية. وين تروح؟ نعم. مركز العدل. يعني بتشرفني اذا بتجيني، لاني انا حسيت بكلامها. ويمكن انا وانا بسمع الحديث توقف صوتي شوي، لأنه حقيقة بتحس بحالة حقيقية واقعية. شكرا لعدي التقرير الحقيقة، لأنه مثل هاي الحالة هي اللي لازم تصلك. صح. مش واحد جاي يعطيك واقع غير حقيقة، هاي الحالة مقنعة أنك تأخذها وتتبنى هاي القضية. يعني وأنا بقول برسالة، يعني إذا حدا بوصل لي إياها أنا جاهز. بس يعني بالأول خنلاقي الحل طبعاً. انه ممكن تنحل، ممكن الزوج ينحل، ممكن اهل الزوج يعني يساعدوني بالحل بهذا الموضوع بضمن برنامج انا بشتغله في مؤسستي مركز العدل، اسمه برنامج وئام، يعني المصالحه بين الازواج. وضح لهم وين الخلل كويس وحاول تصلحه. كثير من القضايا حليناها احنا ضمن برنامج اسمه وئام او المصالحه. نعم. دكتور، عشان الوقت احنا نحاول برضه قدر الامكان، انا بدي احيي هاي السيده. نعم. على جرأتها. نعم. ومشاركتها بشفافيه معنا لهالقصه، بنحييك من قلبنا واحنا داعمينك. ومعك هي دكتور عم بعرض كمان خدماته. كلنا تأثرنا بهذا التقرير، لكن أنا ممكن أختصر أنه آخر مشهد من هذا التقرير هو بيختصر الوجع ما بعد الطلاق. يعني زي ما هو حكى، لما تيجي السيدة بدها تتطلق، هي بالآخر ما حدا بده هذا المرار أو هاي العيشة، ولكن هي بدها حل. لما يكون عندنا طفلين بجنن وناقصهم حنان وعطف الأب، وأيضا سيدة بمقتبل العمر في حالة من الضياع، إيش بدها تعمل؟ عشان ما نوصل هاي المرحلة دكتورة، بدنا نحكي معك عن حلول واقعية لازم تكون على أرض الواقع. بس اسمحي لي معنا اتصال. طبعاً. روان، صباح الخير. مرحبتين، تفضلي روان. لو سمحتي انا بدي احكي عن نفس الموضوع اللي كانت الاخت كانت تحكي عنه. نعم. تفضلي. انه الاب يعني كيف بحق له يغسل البنت بعد ما الام تعبت عليه وبعد ما شقت عليه وصرفت عليه دم قلبها، يجي على الباب بالمستريح ياخذ ابنها لما يكبر او بنتها. صح. او الحقي انه بيطلع له ياخذ البنت اكثر من الشاب. نعم، رح نحكي عن هاي الجزئيه روان. شكرا لمشاركتك. شكرا لاتصالك روان. مزبوط، خليها تربي وانا باخذ الشاب. لما نيجي بنقول انه ما بدنا الزواج المبكر، مش لانه لا سمح الله ندعو الى انه ما بنقدسش الحياه الزوجيه او لنوع من التحرر او لا لا لا، عشان ما توصلش المراه للمرحله هاي. احنا لما بنقول اعطوها فرصه تتعلم وتخلص تعليم، عشان لما توقع في موقف زي هذا تكون قادرة على إنها توقف على رجليها. يعني يمكن تكون هاي 17 سنة ما خلصتش توجيهي. وإحنا بنعرف في سوق العمل اليوم ما حدا بيشغل واحدة مش مخلصة توجيهي، هما جامعوا مش عم بيشتغلوا. فما بالك فلما بندعو إنه مشان الله ما في داعي للزواج المبكر، أعطوا الفرصة للمرأة والرجل إنهم يتعلموا، عشان ما بنعرف الزمن. قد يكون الزوج يا ستي مش طلقها، قد يكون توفى. على الأقل تقدر تتحمل هي جزء من إنها تربي أولادها. أنا ما بقول إنها حتكون الحياة وردية. ولا
ولكن ما حتكون في التخبط اللي قلنا عليه. طب صحيح. دكتورة انه مثلا تكبر وتنشئ وتصرف من مصاريها وتاخذ من لقمتها عشان اولادها وبالاخر يجي الزوج ياخذ الاولاد، هاي هذا الجانب او يعني القضيه هي بحد ذاتها شو بيكون؟ شوفي هاي القضيه عالجها القانون الاردني بقانون الاحوال الشخصيه لعام 2010. الحضانه عندنا بالقانون حتى يسمعونا الناس ونطمنهم عليها، الحضانه للام. الحضانه للام، لكن وين المشكله بتصير بعد هيك؟ الحضانه للام ما لم تتزوج طبعا. أيوة. وحده ما عندها امكانيات الحياه والعيش وكذا، وبتكون صبيه في مقتبل العمر، بعد ما تتطلق بجوز تتزوج يجي لها نصيب اللي بنسميه بلغتنا العاديه. أيوة. فهي بزواجها خسرت اولادها وحضنت، خسرت حضانه اولادها. تنتقل الحضانه للام لأمها لأم الأم لعمر 10 سنوات. كويس. لكن بعد 10 بيأخذوا أبوهم طبعا. لكن اللي بصير عندنا هون عندنا أنه كمان في بالقانون حرص على أنه الأم اللي ما تزوجت، يعني قد يكون عمرها مقبول وبدها تربي أولادها، الأولاد إلها لسن 15. إذا الأب نازعها بالحضانة بعد سن 15، شيء جدا جميل بقانون الأحوال الشخصية الأردن، ترك الخيار للأولاد مش الأب والأم. القاضي بيسمع من الأولاد بدك امك ولا بدك ابوك، وبالتالي بنتقل. هيك بنقدر شوي نطمن احنا كمان. بالتاكيد هي رساله تطمين ونوع من انواع، بنقول احنا لما بنحكي عن شغلات معينه بدنا نوصل معلومه معينه. نعم. واحنا بحاجه للتثقيف الاجتماعي والقانوني حتى نوصله. بعد ال 15 الام يخير الاولاد بين الام والاب. وبيخيرهم القاضي واحنا حاضرين انه بدك امك ولا ابوك، وبيطمنوا القاضي انه راح انقل الصوره لابوك او لامك بطريقه انها ما يسيبك ضرر، انه بقول انا قررت كقاضي. أيوة. لكن الحقيقه هو كان خيار الاطفال بسن 15. خلينا نشوف شو كان عندنا ملاحظات وتواصل على صفحتنا على فيسبوك. سمر ابو جرار بتقول المستوى المعيشي اللي هو الفقر من اسباب الطلاق. حمود خليلي بيقول السبب الرئيسي تدخلات الاهل. عاطف عجاوي بيقول الزواج المبكر بسن صغير من اسباب الطلاق. ايمي زياتي بتقول الزواج المبكر وعدم وجود الوعي. بعدين سحر ياسين بتقول عدم وجود راجل يحكم البيت بمصداقية. هذه هي كانت ملاحظات. خلينا ناخذ اتصال احنا هلا. يلا ام علي معنا. الو الو. ايوه صباح الخير ام علي، تفضلي. صباحك حبيبتي، كيفك؟ اهلا وسهلا، تفضلي. بدي اسال الدكتور. والله تفضلي حبيبتي، عم بسمعك دكتور عاكف. انا ابني من سنتين، يعني سنتين له متزوج. فترة الخطوبة قعدت سنة يعني، والبنت كتبنا الكتاب، فاسمه كانت تدوخ وتتعب وإشي. أسألها أقولها ليش هيك وأخذها على دكتور، وهذا تقول لحال يعني إنها تخاف من أبوها وبنتها. معلش لو سمحتي تعيدي وتعلي صوتك شوي. ليش كانت تدوخ؟ ممكن تعلي صوتك لو سمحتي. كانت تتشنج وتدوخ، فقعدت فترة يعني تروح مع ابني على محلات، يعني مطعم إشي، ياخذها على المستشفى تتسنج. وشي اسالها ليش يعني انك هيك بتتسنجي وبتدوخي؟ تقول لي بنزل ضغطي. فسالت امها وابوها، قال لا لما يسمع ابوها صوتها، لانه متزوج بنتين، تسمع صوت ابوها بنزل ضغطها. بس تسمع صوت ابوها بنزل ضغطها؟ ضغطها. طيب. فشو اسمه اخذها على الدكتور، يقول لي نفسيتها تعبانه، اقول يمكن من ابوها يعني متزوج بنتين. فتزوج ابني ومن نفس الليلة وهي تتشنج، ودكاترة ومستشفيات أخذتها على دكتور نفساني، قال لي عندها صرع شحنات قوية. صرع. فساكن ابن البيت أعطته إياه عمته. لا أجر ولا إشي، وعفته كامل وإشي. صار أبوها يعترض على البيت وأبصر إيش، والبيت مش صحي وهذا. نعم. اوكي انقطع الاتصال. يعني هي في تعقيب سريع بس لانه يعني الموضوع خاص جدا. بالتاكيد هو موضوع خاص، بس انا راح اقول كلمتين بهذا المجال، انه اذا واحد اخذ تزوج وحده لكن طلعت مريضه، كويس، فهو المفروض انه هي اصبحت زوجته. نعم. قد يكون انجبوا اولاد، اصبحت كمان ام اولاده، وبالتالي هو معني على الحقيقة أنه يعالجها ويساعدها ويكون داعم إلها. لأنه سواء في بيت أبوها وعلا عند زوجها، هي نفس الشيء بتحتاج إلى رعاية، بتحتاج إلى مش أنه يعني نكون جواب، نقول والله يعني ليس جواب صحيح. نعم. إني أقول له أنه ارفع دعوة وطلقها، لا طبعا. لأنه هذا مش جواب صحيح إطلاقا ولا معالجة صحيحة. أنت تؤجر، وإن كانت زوجتك تؤجر، إذا كان هدفك أنك تساعدها وتأخذ. نعم. بإيدها وتعالجها حقيقة. وخاصة أنه الصرع له علاج.
نعم. يعني ممكن هو يشوف أطباء نفسيين وممكن يدلوه أو يعطوها العلاج المناسب في هذه الحالة وترجع إنسانة، يعني هي إنسانة طبيعية بس طبعاً. يعني تتغلب على هذه طبعاً. المشكلة. طيب ليش الحكم عليها إنه الحق عليها إنه هي خبوا الموضوع؟ يعني كل شيء له علاج وكل شيء له دواء. هي يمكن كان أصدها رندا إنه ما كان في شفافية صريحين. أو ما كانوا صريحين. ربما الأهل ما كانواش عارفين إنه صرح. ممكن احتمال يعني. برضو وارد. سؤالي أنا بدي أرجع أركز على موضوع الطلاق الصامت سريعا إذا بنقدر نحكي، لأنه هو بحد ذاته أنا بعرف إنه مشكلة. هو بداية الطلاق. بداية الطلاق علني. من ضمن الحلول اللي بنقدر نعملها انه احنا بنعرف مثلا في اشخاص ما تطلقوا لكن هم بنفس البيت كل واحد بغرفه، اكيد رح يكون التخت حتى غير مشترك وفي حاله من الانفصال بينهم باتفاق انه احنا خلص يعني متزوجين بالاسم بس عشان الاولاد او قدام الناس، شو بتحكي لهم؟ شوفي يعني هي الحقيقه لازم ما نحاولش كازواج نوصل لهذه المرحله طبعاً. يعني يوم ما نشعر انه في خلل ما في هذه العلاقه، قد يكون خلل في الحوار، قد يكون خلل في العلاقة الحميمة، قد يكون في خلل ما، يعني أنا كإنسانة حاسة إنه في شيء ما معجبني، لازم على طول ألجأ، زي لما أنا أشعر إنه عندي صداع بيتكرر بقول بدي أشوف دكتور، أو عندي وجع في كتفي بدي أشوف دكتور، نفس الشيء نعم. أنا في شيء مش مريحني أو غلط فليكن بروح بشوف المختصين، أنا عندي 1-2-3 كيف ممكن ما أوصلش لهذه المرحلة؟ لأنه الحقيقة إذا وصلنا لمرحلة الطلاق العاطفي هي زي الحيطة. شو يعملوا؟ زي الحيطة، فأنا أحياناً عشان أكسر هاي عشان أشيل هاي الحيطة محتاجة أكسرها. وهذا التكسير قد يؤدي إنه مثلاً أأذي ناس آخرين مش في الوارد إني أأذيهم أو مش قصدي، أحياناً وأنا بدي أكسر هذه الحائط ممكن نتبادل الإهانات، نتبادل الكلمات البذيئة، نجرح بعض جروح كبيرة يعني شروخ ممكن ما تنتسى، صعب الإصلاح بعدها. فإحنا يا جماعة قبل ما نوصل لهذه الحائط تعالوا إحنا لسه في بداية إن هي يعني كتلة رملية بسيطة، نلجأ إلى المختصين، نقعد مع بعض. أحيانا يعني ممكن شخص حيادي، لما بدنا نشتري سيارة عادة منروح منسأل الميكانيكي صح. ومنسأل دور العرض ومنسأل شخص عنده نفس السيارة ومش عارف إيش، فما بالك في الحياة الزوجية؟ إحنا ما بنستشير مختص بالأشياء المهمة بنفكرها إنها مش مهمة، فأنا ممكن أسأل إنه أنا عندي مشكلة إيش أفعل، وقد يكون زي ما قال الدكتور إنه حلول بسيطة جدا، قد يكون نوع من إزالة سوء التفاهم، قد يكون نوع من إكساب مهارات جديدة، قد يكون من بس زي ما قال الدكتور إنه مشان الله نجاح الحياة الزوجية يقع على عاتق الاثنين. نعم. يعني ما تبعت لي الزوجة وتقول لي إذا هي تصلحت أنا رح أتصلح، ما تبعتي لي الزوج وتقولي لي إذا غيرتي لي أنا هتغير، لا 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 هي تقع على عاتق الاثنين، بدي أشوفك أنت تتغيري وهي بدها تشوفك تتغير. نعم، فهي مسؤولية الاثنين معاً. شكراً. بس تقريباً انتهى وقتنا، تفضل دكتور. بدي أضيف بس على نفس النقطة هاي، علشتها بواقع بقضية بالمحكمة، زوجة رفعت قضية طلاق، القاضي الشرعي في حال قضايا الشقاق والنزاع بحضر الزوجين بيحاول يثنيهم يعدلوا عن القرار، فقالت له أنه أنا ما بدي أطلق، ألا أنت رفع طلاق، هي قالت كلمة بذكرها لليوم ويجب أن تكون هاي الكلمة هي محور مهم جدا، قال أنا ما بقول له طلقني أنا بقول له دلدني، طب اكتشفنا أنه ما بيحكيها ولا بيسأل عنها ولا شيء آخر، بيجيب متطلبات لكن في إهمال فيها طبعاً. فهي مش طلقني هي دللني، الأكل مش بس أكل وشرب، لا لا تأكيد هذه الحالة حليناها الحمد لله، حليتوها نعم. نقرأ ما بين السطور. إذن دكتور كنت قايلها لازم نقرأ التعليقات اللي بتيجي على فيسبوك لأنها بتعكس واقع. أكيد. مثلا عندنا ألاء عطلة بتقول سبب خراب البيوت أم الزوج وخواته، عندي كمان نايف عطاري بيقول سبب الطلاق هو الغلاء، يعني اللي عم نسمعه هو من واقع حياتنا. مظبوط يا رب، يعني مفروض ما نعممش، يعني هي كلها أسباب ولكن ولا نبني عليها، يعني برضو ما إحنا لما بنسمع ناس بتقول لك إنه سبب الطلاق أم الزوج، فبتلاقي أي صبية مقبلة على الزواج بتدخل وهي حاطة الفكرة هاي قدام عينيها، بتصير واقع الفكرة وهذا اللي بيصير. مظبوط. أنا بدي أشكركم بالفعل، شرفتونا، إن شاء الله قدرنا نقدم نصيحة عملية واقعية بعيدا عن التنظير لموضوع الطلاق. إن شاء الله يا رب. شكرا لحضوركم معنا، ونشكر كمان مشاركتكم. احنا بالنهايه بنتمنى انه بيوت اردنيه صحيه نفسيا تكون عم تنبنى، يكون دخولنا على الزواج مبني على تفهم واقعي وعلى حس عالي كمان بالمسؤوليه وتحمل ايش اللي ممكن يصير فيما بعد، وما يكون زي ما حكينا اللوم لطرف معين، هاي مؤسسه مشتركه. شكرا للمتابعه، وما تنسوا تشتركوا في القناه لتشوفوا كل شيء جديد.